السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، نظرا نتكلم عن بعض الأحلام التي تبشر بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. أول رؤية معنا وهي رؤية فيضان البحر، لكن في الفيضان اللي أشوفه في المنام ما يكونش فيه هدم البيوت واقتلاع للأشجار وموت بعض الأشخاص، لا لا لا، فيضان عادي. هذه رؤية تبشر بالرزق. الفيضان بيملأ المكان بالماء، فهنا حياتك هتمتلئ بالرزق إن شاء الله. رؤية الرسالة من الميت، رؤية تبشر بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية عمل توكيل لمحامي في الشهر العقاري، رؤية تبشر بالرزق، ولكن تحديدا تدل على امتلاك شيء في المستقبل، سيارة، منزل، أيا كان. رؤية البطن وهي منتفخة، بعض الناس ممكن تشوف الرؤية دي وتنزعج، أنا بطني كبيرة، لا لا لا، البطن المنتفخة الكبيرة في المنام رؤية تبشر بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية اللي بعد كده وهي رؤية المعطف الطويل أو الجاكيت الطويل، رؤية جميلة جدا تبشر بالرزق. رؤية موت الزوجة الحية، الرجل يرى في منامه أن زوجته قد ماتت في المنام وهي حية في الحقيقة، هذه الرؤية تبشره بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. استخراج ذهب أو فضة من تحت الأرض أيا كان المشهد، هذه الرؤية تبشر بالرزق الكبير إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. رؤية بعد كده وهي رؤية شراء التورتة في المنام، رؤية تبشر بالرزق إن شاء الله. رؤية بعد كده وهي رؤية الصلاة على السجادة، هذه رؤية تبشر بالرزق الكبير، ولكن هذه رؤية تحديدا للبنت العزباء. رؤية الحبر الأخضر لأي شخص، رؤية تبشر بالرزق. رؤية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية تبشر بالرزق. رؤية تقبيل يد الأم الحية، هذه الرؤية تبشر بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الباب المفتوح، أن هناك أبواب كثيرة في الحياة سوف تفتح علي وسوف يعود علي بمال، فهو رزق. رؤية نزول المطر على الأرض وأنا أنظر إليه، مشهد المطر بينزل وبينزل على الأرض فأنا شايف المشهد، ده رزق قادم إلي إن شاء الله. رؤية شاحن الموبايل، زي ما الموبايل بيشحن التليفون، أنت حياتك هيجي لك فيها شحن على صورة مال، وسوف يكون هذا رزق بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية الدود يمشي على الملابس، هذه الرؤية تبشر بالرزق في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية زراعة الياسمين والورود، هذه الرؤية جميلة جدا تبشر بالرزق. هذه بعض الأحلام التي تبشر بالرزق، انتظرونا في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.